استاد نادي الكويت احتضن قمة مواجهات الجولة الأولى في دوري STC التصنيف بين السالمية وكاظمة. المواجهة أدارها الحكم الدولي أحمد العلي. كاظمة يفتتح التسجيل عن طريق المهاجم شبيب الخالدي، مانحا فريقه هدف التقدم. الحارس أحمد عادي غادر أرضية الملعب بسبب الإصابة ليحل بديلا عنها القادم الجديد بدر الصعنون. كاظمة كاد أن يضيف الهدف الثاني ورأسية ناصر فرج على مرمى السماوي. حسين الموسوي سدد هذه الكرة التي تصدى لها حسين كنكوني ببراعة لينتهي الشوط الأول بتفوق كاظمة بهدف نظيف. شوط المباراة الثاني ينطلق سريعا ومن هجمة مرتدة منظمة قادها مبارك الفنيني ليرسل تمريرة إلى حسين الموسوي الذي بدوره هيئها إلى باتريك فابيانو ليضيع هدف محقق للسالمية. المتألق مبارك الفنيني أرسل كرة مثالية إلى باتريك فابيانو الذي سجل هدف التعادل لفريقه. حمد حربي أرسل كرة طويلة وصلت إلى المحترف أجائي ليأتي بدر الصعنون وينقذ مرمى ببراعة. عبد العزيز المشعان نفذ كرة ثابتة مثالية وصلت إلى فهد مرزوق وكرته تألق حسين كنكوني بإبعادها إلى ركنية لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. فريق كاظمة لعب مباراة كبيرة وأيضا فريق سالمية لعب مباراة كبيرة بقيادة الدكتور حمد المشعان، خاصة أنه مسكنا بفترة قصيرة وقدمنا أداء جدا ممتاز من الحارس لآخر لاعب واللي موجودين معنا بالدكة. فبالنسبة لي مباراة كبيرة اليوم من الفريقين والله، وإن شاء الله يعني نتمنى اللعبات الجاية نقدم أداء أفضل ومنها للأعلى إن شاء الله يا رب. معني إضاعة الفرص خصوصا فريق نادي السالمية. سبحان الله بعد مو مكتوبه يعني سوينا كل شيء، كان ثلاث كرات داخل السته ضيعناهم يعني ما لنا نصيب فيهم. ان شاء الله يعني هذا على قولتهم يضيع يدش عليك جول، اذا ما تقول يدش عليك جول. فقله يعني قله التركيز لان المباراه الامانه كبيره كانت فيها اداء عالي. فريق كاظمة مو فريق سهل يعني مجهود كبير، الكره ما قاعده توقف، خاصه اللي تابع المباراه قاعد يشوف ان الكره ما طلعت وايد دائما دايره بالملعب فتضيع نتيجه التعب. فان شاء الله يا رب نزيد من تركيز المباراه الجايه. الحمد لله على المستوى اللي قدموه اللاعبين. اتوقع اليوم التعادل غير عادل في وجهه نظري يعني، يمكن المشاهد يشوف شيء ثاني، ولكن ضياع العديد من الفرص. يعني المفروض احنا نطلع اليوم اربعه مع احترامي حق الخصم اقل شيء، ضيعنا انفراد كمحترف رايموند بالجهه اليمنى وايضا اي جي بالجهه اليسرى، والشوط الاول ايضا المحترف ضيع كره داخل السته وسجلنا جول، فهذه اربع اقوال، هذه اقل شيء انا قاعد اتكلم عنها. ولكن الحمد لله مباراة افتتاحية، نتأمل أن الفريق ينسجم. مثل ما أنت عارف الفريق رجع تغير مرة ثانية بدخول عناصر محترفين علينا، ولكن الحمد لله كمستوى الله يعطيهم العافية ما قصروا، ولكن علينا استغلال الفرص في المرات القادمة إن شاء الله. وفي اللقاء الآخر على استاد ثامر بنادي السالمية ومواجهة الجهراء وبرقان. برقان يفتتح التسجيل عن طريق اللاعب محمد الربيع من كرة ثابتة جميلة. حسين الحربي حاول من هذه التسديدة التي مرت بسلام على مرمى برقان لينتهي الشوط الأول بتفوق برقان بهدف نظيف. مع بداية الشوط الثاني الجهراء تمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق حسين الحربي بطريقة جميلة. الجهراء يتحصل على ركلة جزاء انبرى لها عبيد رافع ليتصدى لها ببراعة عبد الرحمن الشريفي. محمد فاضل يسدد كرة قوية تكفلت العارضة بالتصدي لها. العارضة مرة أخرى تقف أمام لاعب برقان وهذه المرة عن طريق كوفي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. المباراة كانت ندية قوية من الجهرة، يمكن لنا فرص أكثر بس لهم الحسم، يمكن البلنتي اللي ضيعوه يمكن تبين حتى باللعب أنهم أخطر، لكن الكرة الفعلية الفرص الفعلية يمكن كرتين أو ثلاثة بالعارضة غير الجول غير الانفرادات اللي ضيعوا انفرادين ربنا. لكن واجهنا خصم قوي ومستعد للمباراة عدل، وأول مباراة هذه يمكن اليوم نقصنا محترفين ما وصلت أوراقهم، والبركة بالموجودين ما قصروا للأمانة، وقلت لك فريقين على المستوى. تعادل 1-1. أحب أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، قدمنا مستوى طيب ومثل ما يقولون دوري تصنيف جبنا التعادل وسكروا برقان يبون النقطة وضيعنا بلنتي ويعطيكم العافية جميعا. في مباراة الفرص الضائعة السالمية وكاظمة حبايب، والمعار حسين الحربي ينقذ الجهراء من مفاجأة أمام برقان.
الجهراء يقتنص نقطة ثمينة أمام برغان، وهنا على استاد نادي الكويت التعادل الإيجابي يفرض نفسه في مواجهة السالمية وكاظمة. فواز الصلال لبرنامج الديربي.